أجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كلنا إلى الله راحلون، لكن مع فروخ التوقيت، فما هي إلا آجال مكتوبة وأنفاس معدودة. Dear brothers and sisters in Islam, everybody is leaving to Allah Azza wa Jal, but it is a matter of time. Allah Subhanahu wa Ta'ala prescribed the designated time for the death of everyone. كل باك سيبكى، كل ناع سينعى، كل مدخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. رحل عن عالمنا اليوم الوالد والصديق الحبيب الدكتور تيسير جراح، مصدر الخير لكل أبناء الجالية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. دكتور تيسير جراح, one of the most beloved brothers in our community, one of the sources of khair for the community, has passed away. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make him among the dwellers of Jannah. And I'm asking everyone watching this video to make dua for him with forgiveness and mercy. The janazah will be today and he will be buried today. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this night and this day the best of his days and nights, ya Rabbil Alameen. Allahumma ya Allah, ya Mannan, ya Dhal Jalal wal Ikram. نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تغفر لعبدك تيسير جراح. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اجزه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم املأ قبره نورا. اللهم املأ قبره نورا. اللهم اطعمه من طعام الجنة. اللهم إنك تعلم أننا كنا نحبه فيك. اللهم يا الله املأ قبره نورا. اللهم املأ قبره نورا. اللهم برد تربته، اللهم طيب مرقده، اللهم تقبل شفاعتنا له برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. جزاكم الله عنا خير الجزاء.